اوكي طبعا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. فايز فيرد جيز عزيزي المشاهدين في 19 من ضمن الهلال الحلقه الثالثه. طبعا شكرا لكم على دعمكم على جميع المقاطع الماضيه. وحلقه تعبان الصراحه في ذا المقطع فما راح اتكلم كثير. وطبعا في حلقه اليوم راح نلعب مباراه الوحده باذن الله وايضا النصر، واحتمال نوقف عند الاهلي تصير في الحلقه المقبله مع جزء من الانتقالات يعني يصير. اكتبوا لي في الكومنتات اللعيبه راح نجيبهم. طبعا راح نجيب مهاجم ثاني بدل ريفاس وخريبين. طبعا خريبين خلاص بنبيعه، يصير نجيب مهاجم ممتاز في الدكه. في لعيبه ثانيين بتجيبهم. فيلا خلينا ندخل المباراه الاولى من امام الوحده، مباراه كبيره راح بضغط طقم الوحده بضغط طقم. طبعا تشكيله زي ما هي ويلا خلينا ندخل المباراه نرجع لكم. الله يا علي الحبسي، الفرج البليهي. بوتيا لا طولته بزياده. قميز الفرج. كريو حرام تضيع الكرة في اللقطة الماضية. يلا يا بوتي العموري خطيرة خطيرة، لكن الكبير علي الحبسي صدالها. الله على محمد البريك. إلى تعدت سالم الدوسري. الله يا عموري يا أخي لعيب يا أخي لعيب، ما شاء الله تبارك الله. العارضة تمنعنا من هدف أول. وحش حبسي نجم الشوط الأول بلا منازع. وفف إصابة القميز. ومع نهاية الشوط الأول 0-0 في قمة الهلال والوحدة. حلو شهراني عموري. ادواردو يا اخي لا ترجعت من اول. الكباتن الاثنين ادواردو وسام. حلو يا عموري والله نبغى جول زي كذا من الاسطوره الاماراتيه عمر عبد الرحمن محمد كنو. عموري البريك لا يا عارضه مستحيل للمره الثانيه. المره الاولى عموري المره الثانيه ادواردو. والله قهر. لو كان الحظ انسان لقتلته. والله قهر. كانه الله يا عموري أداء كبير من عموري والله لاعب كبير. يا أخي لا أنا زودته والله أني زودته. البلاي فرنانداو خلاص اقتربت المباراة على النهاية. الله يا حبسي
كبير يا حبسي انسليمو غريب موت يا رولي شوت والله عدت على خير مباراة كبيرة ثلاث مرات الكورة سقعت في العارضة كذا لازم تعصب وتعطيها ذيك النظرة لأن حرام المفروض نفوز انتهت المباراة 0-0 طبعا المعلومية أول تعثر للهلال السنة في الدوري كل المباريات فزنا فيها لكن المباراة الوحدة تعثرنا وعادي مباراة كبيرة كنا نستحق الفوز لكن الحظ ما صادفنا ولسه الدوري طويل نقدر نعوض بإذن الله في المباريات المقبلة طبعا عند مباراة الفيصلي كريل يقول المباراة المقبلة لكن أنا ريحته أعطت فرصة للعابد حلو فزنا 2-1 سجل النجم الكبير عموري هدفين حققنا 3 نقاط مهمة من أمام الفيصلي طيب خلينا نرجع كريم المباراة المقبلة شكرا لأسطورة الشلهوب وراح تكون التشكيلة بنفس التكتيك ذا في المباراة المقبلة اللي راح تكون من امام الحزم احتمال كبير ما راح نلعبها خلنا نشوف ضد احد والله لا ما راح نلعبها بذا راح نلعب المباراة اللي بعد اللي هي قدام النصر بإذن الله البليسر 69 والله مدافع كويس قاعد يتطور يوم ورا يوم طيب خلنا نشوف لا يا شيخ مشكلة عشان بسوي هدف وارجع لكم طبعا حققت هدف في مجلس الإدارة أول هدف حققناه اللي هو توقيع مع 4 لعيبة لكن أصلا كلهم جبتهم بس عشان أخذ الهدف فالظهير الأيسر ده أبدا ما نحتاجه كلهم الليلة ما نحتاجه هذا خلي الحارس بس وخلاص سوينا كل شيء فيلا خلينا نسكر مباراة احد وان شاء الله الفريق يفوز فيها حلو فزنا 3-0 جلد من الاسطورة ادواردو وهدفين من الجلاد قميز استعدادا لقمة النصر في واحد وقعنا معاه بالغلط خلينا نشوف مين المرشحين لعب الشهر كل المرشحين من قدامي فرنانديز وقوميز وانسليمو شكل ذا وليد بخشوين اي بخشوين وروني وانسليمو طيب خلينا نقدم مباراة النصر وارجع لكم الديربي الكبير النصر المركز الخامس الهلال المركز الاول الفرق 11 نقطة فخلينا يلا ندخل على المباراة طبعا احنا بضغط طقم والنصر ايضا بضغط طقم راح نلعب بتشكيلة أساسية فيلا خلينا ندخل على المباراة طبعا صعوبة عالم يلا نرجع لكم المباراة راح تكون صعبة لكن بإذن الله لعيبة الهلال قادرين شوف أحمد موسى أتوقع راح يلعب علينا كثير راح يعتمدون على عامل السرعة وحش بريك الله يا محمد البريك نجوى المباراة حقت الوحدة والله بدع فيها حقك حبسي وحش علي الحبسي لا 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 الله يا علي الحبسي كفو حبسك والله كفو خطير النصر شيري تعدي على خير ان شاء الله اي عموري والله سجل علينا عيبين
مرابط تسجل الهدف الأول للنصر دير بالرياض. خطير يحيى الشهري، والله دمرونا لاعبين. شو المساحة ذي الفاضية اللي في الدفاع؟ يقلع بليسكم النصر، والله لعيبين يا اخي. طوال الكرير ذا ما في خصم كذا قوي. النصر فجأة جاء جلاد، والله جلادين. شو القوة ذي؟ مرابط موسى لكن الزعيم ما استسلم ابدا. يقلع ابليسكم، مستحيل. كريو راح رب ستر، الله يفشلكم. الحمد لله 2-0 تسلل. شوط ثاني موعدنا، شوط ثاني طبعا نزلنا ريفاس ومحمد كنو وسالم الدؤو ونواف العابد، دفعنا بكل البطاقات بإذن الله نقدر نرجع. مرابط عموري، نواف، ياسر الشهراني، مستحيل. كرت احمر، انا استعجلت. خسرانين، ايش في فارس عوض؟ والله شاطح. كان مباراة راحت لكن الحين خسرانين. والله فشل، اقسم بالله فشل. يقلع ابو العارضه ذي، الله يقلعك يا العارضه. 3 اهداف من عدن اليوم، الله يا العارضه مشكله يا اخي قهر. نبي نسجل على الاقل هدف، هدف الان راح يفيدك. بعدها تقلص يا اخي زياده وتعادل. عموري شهراني، جيب الكورة. كفو يا ادواردو، ان شاء الله نسجل هدف وهدف زيادة بإذن الله نقدر. وحش تأثر. 3-1 والله فضيحة. يلا في المباراة اللي بعدها بإذن الله بنلعبها. طبعا هذا التشكيل الرسمي لمباراة الحزم، ما عليكم بإذن الله راح نصحح الأمور بذي التشكيلة ونرجع ونفوز في ذي المباراة من أمام الحزم. فيلا خلينا ندخل المباراة ونرجع لكم. عموري طيف، الخيبري، عموري
طبعا في تعديل بس ابغى اعدل على التشكيله، بخلي عطيف هو المتقدم والخيبري هو المحور، انا هذا المفترض. حرام عمور يضيع خيبري، يا الله قاعدين نضيع فرص، والله قاعدين نضيع فرص، راح ندم عليها. ما حد شاف، ما حد شاف. طيف ابلع عمور يسجل 1-1، وباذن الله الشوط الثاني جاي نسقعكم زياده. كفو يا عموري، حلو حلو حلو. نشوف الكوره، ادوارد عد عد، اعطى عموري يسجلها جول. 1-1 ورابع اهداف عموري. الشوط الثاني نزلنا فيفي جوميز، ياسر الشهراني، زيادة القوة الهجومية أكثر وأكثر. شلهوب يا حكم، مش الغش ذا، ما أبغى الفاول، بعدش سيبا. شيخ الله قهر، غش خطيرة، وحش معيوف والله، تصدي بطل، ومهاجمين وحاطين هجوم ساحق، الهجوم مطلق، ابلع والله، نستاهل، استاهل انا يعني، مسوي كل شيء سيء والله حرام. كورة عموري ذيك لو ما اعطونا فاول كان تغيرت المباراة، لكن نزالة، شافوا الكورة عند الله فاول. برنتي شكلنا نفس نسيت النصر، جوميز كريو يا اخي حرام. المباراة الجاية قدامنا طبعا راح تكون في الحلقة المقبلة، والله هذه الحلقة فشلة، ما ودي انزلها لكن بنزلها. خسرنا خسائر كثير لكن لسه نحن في الصدارة، يعني تعثرنا 3 مرات في ذي الحلقة لأننا باقيين في الصدارة، وهذا يدل على قوتنا ما شاء الله تبارك الله. طبعا الحلقة المقبلة راح يكون فيها الأهلي والانتقالات، جزء من الانتقالات الشتوية، اكتبوا اللعبة تبون نجيبهم وبس وبس. طبعا وهذه الميزانية، ومع بعد خريبين وكم لاعب بتتدبل. ويلا كان معك فارس جيمز، مع السلامة.